عاوتاني وانا راه ما قاصد والو، باغي نبين بان حلي هو فريمون هو لا باز ديال جينيراسيون جديده كامله ديال كدور دابا ماشي جديده الحال لازم شي كدير تاعك اش كدير تاعك لماذا نحن هنا لماذا نحن هنا سؤال صعب سؤال صعب لان حليوه هنا انت هنا برجل شوف بالرجوله واي واحد كيتسنى الراب ماروكي عندك الوقت كان كلشي كيتسنى حليوه يدخل يغني بالرجوله، ولكن كلشي على لماذا نحن هنا سؤال لماذا نحن هنا الناس بضهر خصني نفكر اللي في دينا تا هو نحن شوف انا من دبرك كرك صوتك مي ما بلانش ما بلانش قيسي دابا قيسي واحد بوبليك صغير طالع صغير يلاه شرو ايفونات مع احترامي للدراري كيفكروا بعقلهم قيسيهم ما عارفينش حيت دابا المشكله ما كاينش شنو هو المشكل عندنا حنا في الجينيراسيون الدراري اللي كيتصنتوا الراب الدراري اللي طالعين ميم ودخالتي ودخالتي انا ودخالتي البالونج ديال ودخالتي حتى هو كيتصنت الراب وكذا اي واحد يتصنت الراب مغربي خصو تكون عارف او موان واحد خمس سنين ست سنين قبل اشترافها بالرجوله فهمتيني باش تعرف لو بنادم كيجي يقول لك ما الحليوه اخي يكون ما كانش حليوه والله بربي الا ما كنتي غت نص ديال الراب المغربي دابا ما كنتي غتسمع والو بالرجوله انا داكشي حضرت ليه حضرت ليه اخي ما ملي كنت نتوقع هادشي غيطرا قسما بالله ما يمكنش حتى فريمون الدراري اللي كانوا فان ديال الراب في 2017 2016 فينكم الله تزوجتوا واش درتوا في حياتكم فينكم ما فهمتش مقام دابا ما المهم جبدوا الف 6 المدينه الف 6 المدينه لماذا عندك لماذا نحن هنا عاوتاني اسمع اسمع التراك هذا ما يمكنش الصار التراك هذا ما يمكنش اسمع اسمع انا بالرجوله شوف اي واحد دابا نقول لكم اسمحوا لي الدراري اللي كنتي متبعني وهاد الهضره غتفيزيك انت شي لك انت كتصنط دابا الراب اللي كاين دابا بلا ما عندكش درايه علاش نوط راه في 5 سنين السنين الاخر يعني من 2016 من بطل العالم القدام ما تكومونطيش ليا ما فهمتيني ما تصطاش معك راسي انا خصني نعاود نشرح لك هادشي كامل فهمتي دونك دابا انا في هاد اللايف نقدر نعطيكم شويه التنوير تعرف اش كان طاري كان الصاط انا تيلمو حليوه كان طوطو ماليه والو كيكون كليب ماليه والو كيجي حليوه تيقول لي طن اجيبها معنا في كليب علاش باش يبقى ديما ديك طوطو معايا طوطو يبان حتى شي بروجي راه عارفينك كتبقى تبان ديما ودابا تجي دير ليه الناكيرون لاطيرون الصاط راه بالرجوله ما بلاص والله ما بلان بالله كملوا سيفتو 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 الدراغا يدخل يتفرج الانترناسيونال كانوا كيصور بايفون 6 كان ضاربين مع تحل مليون صح قول لي يعني الانترناسيونال اوتي خلينا نكملو كليب الله يحفظكم قايت ولا من غمق الله حقا تفرج تفرج المهم التراك هذا راه فيه اليس اسيكس جانج وحليوه في حتى واحد اخر اللي غيغني ولكن مع ذلك لماذا نحن هنا لماذا تشوف نفسنا شوف واحد اللعيبه قسما بالله الحاجه الوحيده كندو معها الدراري جداد جينيراسيون جديده فهمتيني الدراري الله ف
فاو لقاو طوطو لقاو شكون اللي كاين لقاو طوطو مات فهمتيني جينيراسيون يلاه غروند سيكسيون خدو تليفون طوطو لانكو لانكو مقود كان كيقول حليوه من الاول عرفتي شويه انترفيو ديال حليوه كان تيقول كصات لانكو مقود لانكو غيكون قاو كان تيقولها وما كان لانكو ديك الساعه عنده ديسك ما عرفت جوج الصاله فهمتيني بالرجوله ما عرفتش انا لا غولاسيون ديال لانكو حليوه كي دايره صراحه ما عرفتش مي جو بونس با لانكو ما غيكون ناسي ولا شي لعيب جو بونس با حيت الصاط انا كنت كندخل الاستوديو عند حليوه كتلقى الصاط بنادم مريح شاد قسما بالله الدراري ما نكذب عليكم كنت كندخل عند حليوه كنجي عنده في العشيه كنسالي لاصال كنمشي كنلقى بنادم مريح كاملين قاعدوا اللي كي بابين دابا قاعدوا اللي مقودين دابا كنلقاهم مريحين حليوه مريح تما ما عرفت كيسجل اش كيدير هما مريحين شادين ركنه ومريحين وكيتفرجوا في حليوه ولا كيتسناو فيه هادشي شفتو بعيني اخي وبنادم انت شي وحدين ماشي كلشي المهم كملوا لماذا نحن هنا سؤال صعب شوف انا با ندوز دابا شوف انا بكم مشكله واش شنو الدراري الجينيراسيون الدراري القدي 94 93 92 95 تما مشكلتكم انكم ما كدويوش فهمتيني لي كومونتير ما كدويوش نتوما ما كاينينش كتخليو هادوك شي وحدين كنسميهم انا لايف ما بنادم ما فاق القاع قاع حلمت ادو خمسه كتخليهم هما لي كومونتير وهذا هو المشكل اللي عندي ما بقيتش كنشوف الدراري يقول لك الصط عاقل واش دوك واش تزوجتو درتو الاولاد ما فهمتش طرا لكم اصاحبي ما علينا نكمل شوف كوبي ديال حليوة حافظو عن ظهري قلب الدراري وصل غنغني معاكم شوف فاك الله يلا حليوة خويا اش نقولك فاك لايف والله هادشي دابا هادشي ندمتي على داكشي كنتي كدير في ديك لابيريود كون ركزتي في خدمتك اخاي كاع ما غيطرالك هادشي بالرجولة وحق رب شكون بقيتي حليوة شاد غيرات معاهم في الموسيقى بربي ما كان يحيد لك شي واحد من يدك الوحيد اللي كان شوف الوحيد اللي كان في ديك جينيراسيون كيتجرأ انه كلاشي ديزيدروس كلاشي بنادم كبير فهمتي الوحيد كان كلشي تصاد واحد اللعيبه غادي يقول لك طوطو خاي ديريكت انت طوطو ما كنتش تقدر تدوها لا ديزيدروس كنت كتخاف من ديزيدروس وقول لك فوج كنت كتخاف منه تقدر تجبدو في تراك كان حليوه كلاشي مع ديزيدروس انت كتقول لي لا ما ندويش معاه انا باغي نضرب فيتشرينغ مع ديزيدروس وحليوه كان حليوه انا غندير نسمعكم الدراري واحد كوب اللي حليوه كراسو ديك كاس الدروسه خايمه اللي كندوي على الراب جيم بالرجوله ما كاينش شي واحد كيتزرى كدير زيدروس حتى هو قبيح ديك الساعه فهمتيني قبيح في الموسيقى بالرجوله وكنت كتخاف فهمتيني كنت خايف حليوه كان طنوا ملي كان حليوه كيطيح في مشاكل واخا حتى كنت زوسيتي ما كنتش تقدر دير والو ما علينا نكملوا فينال لماذا نحن هنا سؤال صعب لا نسجل الله يسخن غنديرها في الباك جراوند في يوتيوب ندير ديك لماذا نحن هنا اول نطلقها لماذا نحن هنا سؤال صعب هاي كيف هاد دقيقة خصني نشوف دابا دي سكوند لماذا لا وان سكند هاد الدراري ديال 2003 ديال 2002 مات 2000 ماشي الدراري ماشي كلشي سمحوا لي ما كنبغيش انا نعمم باش ما يخرجش كونتيكست كندوي على الدراري طاني الله بعدين وكيفكروا فهمتي طانو كي دي ما ديديكاس كاع الدراري اللي تيكونوا حتى 2001
كنت 2005 مي عارفين بدل مش باحت شوية عارف شكان طارق فين اللي ماذا نحن هنا صاحبي ويت على بالا هادشي كامل راه كنديرو باش نفكر هادشي كامل شوف في اطار الساركازم باش نفكر فهمتيني شي وحدين دوك اللي كيفكروا بالقلب ديالهم فكر بان حليوه لا باز كما كانت حليوه ما غير بنادم او موين يذكروا يعطي الكريديتس ديالو بالرجوله مي بنادم كيتجاهل كي دار راسو ما شافش ولا ما عرفت خرج ديريكت من 2015 بوحدو ما اسمح ليا اسمح ليا عملات اوكي ودات I was a witness دونك صحاب فهمتيني ما كملوا حابلت نيتو مسرن دولي مصايب اسمع والله يا خويا حليوه كان كيكلاشي في المستقبل الله يعطيني كسيده اسمع مزيان اسمع حليوه كان كيكلاشي في المستقبل انا اللي كنقول لك دابا حليوه كان كيكلاشي في المستقبل اسمع تبقى داويك ولا زتوني مصايب اسمع حابلت نيتو مسرن داروا لي مصايب اسمع طوطو دولي مصايب خاصي داو طبيب مرافق قولوا لايك دولت جاي وانا نقول لك شي الفيرس ديال حليوه فادي حسن من تراك اللي لحطوتو كامل البارح بالرجوله تراك مقود من هاد الفيرس هادي ديال حليوه في التراك ونتحدى اي واحد مقوده كان مسجله في سطح ما استوديو هيبه ما دراغانوف باغي يدير الانترناسيونال ما حتى شي حاجه فيرس مسجله في سطح ميكرو بيسي وصباغه زرقاء تشوف فيها زاوية سيتي صافي كاين استوديو يبالا دراغانوف عنده استوديو ديال ما عرفت شناهو باغي يدير لانترناسيونال ما كانش داكشي والو استوديو في سطح ميكرو راه سجل فيه طوطو شايع كانوا كيحطوا تراكات مقودين اسمع نعاود لك الفيرس من الاول عاوتاني اسمع شنو الفيرس باش بنادم ما يقولش هاد الفيرس هادي احسن من على الالبوم ديال طوطو كامل نيجو منزل من عاج نجيبو في بيتك ونصيبو في غراج يزيد بمجاحة متعدنا لغاج وي جيبو رقاقة لفاطمة بربعة خبز لو ندخل جيد دربي عرب باللي رجعت جيز نساوي شاكتشي من جريتشي مع يمسا وتخليك راوي نخدمت بقداويك ولا جتوني بطاوي صحاب لي دنيتو مسرا دولي مصاي قاسي الدوب الدابة هاي تطبيب مرافق قولوا لايك قاسي جاي زاوة جاي جرسلين داري جدوكم واحد فيرس مقود دي حلي وخرك نكرا شوفها ديزي دروس واصلا ما كانش جو ما كانش حلي وازم حاق ديزي دروس حلي وقال لي بفمه قسما بالله وسيرو سولو ملي قلت لك واش كاين شي مشكل بيرسونيل بعد الفيرس هذا قال لي لا راه باغي نحرك بحال هكا باغي نحرك الراب ديالي خويا انا الحاس الا كنقول لك طوط حليوه كان مقود هو اللي مسؤول على هاد الجينيراسيون كامله انا الحاس الحاس الا قلت لك اللي كاين دونك حليوه مقود هو اللي طلع جينيراسيون نص اللي كتشوف دابا ما عرفتش اكثر من نص انا الحاس اعتبرني الحاس اخي شديتو نتوما هاد الحاس انا الحاس اخي انا الحاس
تقول لي كاين فهمتيني انا الحاس اخي داكشي اللي كنقولك هو اللي كاين. المهم سميتو لو شوفور كاباب لو شوفور كاباب بوكلاسي على قبل ديك ديال الشوايه وما كانش مشكل بيرسونيل فريمون ما كانش. قلت لي علاش؟ قلت لي زعما فتيك لاب قلت لي علاش حلو كلاسي بغيت نحرك الراب جيم بحال هكا بحال هكا بغيت نحرك الراب جيم. سمع فين وتلقى صاحبي نبيل خويا نبيل ماشي لك انت وماشي للدراري الجينيراسيون ديالنا هادو شي وحدين يلاه حلو تليفون لقاو فهمتيني لقاو واحد مسادو سبعة ديك لابيريود كان ديزي دروس كان لحط صويره بواحد المكانه ويقول ليه في اطار راب ترى ساعتك ثلاث وخا دير مكانه بردي خطينا غادي فربا ما غنموتوش وخا تيرو فينا خسارة من رجعنا ضربي دابا ما كبقينا فانا ماشي قبل لي احمد مريكا اللي زرينا بين في غدانا هات اقل تسطر هذا انا جبت لكم اش كنت به الدراري ندير لكم تثقيف شويه تثقيف اجي انت تفرج ليا في الصاله ديال دازام أديرين فيها شاب خيال زعما شكون فوق شويه جبت لكم هذيك لابارتي باش فوق شويه السعب والسعب والسعب بقاو معايا الدراري بقاو معايا باش نوري لكم بلان دغيا وديديكاس ديزي دروس راه كندير لكم تثقيف الدراري صبر فينا ها هو ها انت شوف اسمع فهمتيني كلاش غادي لجيت وغادي اللي غيزرينا بينك في غضناب على هذا زعما ماشي قبل احمر دبريكان اللي غيزرينا بينك في غضناب زعما هنا راه كان ضناب ما كان والو زعما كانوا كلاسيز فهمتيني ضيتها دوماج فريمون دوماج فريمون دوماج قسما بالله قوا هذا كان قوا انا زولي شوفي دار برادا دير لكم ما تثقيف شويه شي وحدين ودا ما كان بالرجوله زعما الا كنتي باغي تغياجي على شي لعيبه طاريه في الراب دابا شي حاجه خاصك ترجع خمس سنين للور ضرب دويره حيت اي حاجه كونيكتي بالرجوله هيرو لافيز الدراري. وبالنسبه للدراري ديال العاطفه ما تنقول لكم اخاي الله الله يشوف من الله ينوركم شويه ودا ما كان الدراري ديكاس كاع الدراري المهم داك البلان داك الشيء لايك تلقاو الدراري ان شاء الله.